دلوقتي كابتن ياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد بالنادي الأهلي. كابتن ياسر ألف ألف مبروك، هذه الإنجازات التي تحققت حاجة جميلة جدا جدا، وأعتقد أن تكريم مهم النهاردة من مجلس إدارة النادي الأهلي وكابتن محمود الخطيب. كابتن ياسر، بس الأول عليك وعلى الحضور كلهم والسادة مشاهدي قناة الأهلي. طبعا التكريم ده جه نتاج للانجازات اللي حققتها فريق كره اليد السنه دي، سواء على مستوى السيدات او الرجال. وكمان يعني احب كمان انوه ان كان في انجازات اكتر كمان في قطاع الناشئين، حقيقي الحمد لله. يعني من السنتين اللي فاتت احنا وصلنا لنجاح بنسبه 65% بعد ما كان في حدود 35 40%. كابتن ياسر معلش سؤال، هل ده كان المستهدف؟ يعني طبعا حضرتك بما انك يعني رئيس الجهاز وبالتالي انت بتضع التارجت بتاع الجهاز او الاجهزه الفنيه بالكامل. لا، التارجت طبعا احنا ان شاء الله يعني بالنسبه لقطاعات الناشئين احنا ان شاء الله متارجتين 75% ان شاء الله، يعني ان شاء الله السنه الجايه. لكن طبعا لو لازم نذكر طبعا وقوف مجلس الاداره في ظهر الفريق، ومش بس كره اليد لكن جميع الالعاب الصالات، وسادة اعضاء مجلس الاداره. وده يعني لو قلنا النجاح دوت ده نتيجه الفرق العمل اللي بتشتغل سواء على قطاعات الناشئين او في الدرجه الاولى رجال وسيدات. الحمد لله احنا قدرنا ان احنا نكون مجموعه عمل على مستوى عالي، في تنسيق بين الأجهزة بشكل عالي جدا، ونوع فيها روح كويسة كمان بين الأجهزة وبعضها سواء على مستوى السيدات والرجال. بنلاقي إن فرق السيدات بيروح يتفرج على فرق الرجال والعكس صحيح. ده الحقيقة كابتن ياسر لسه كنت هقول لك، يعني إحنا نشوف ده كمان أكتر من بره، إن الروح مختلفة. لو تتذكر السلوجان اللي كان الكابتن خطيب دايما بيتكلم عنه وهو عائلة الأهلي، عائلة الأهلي أصبحت واضحة. أعتقد بما أننا بنتكلم هنا عن كرة اليد، أعتقد أنها أصبحت واضحة في كرة اليد. دي حقيقة، ونقول على مستوى الصالات كمان يعني يعني المجهود دوت، أعتقد أن خالد العوضي اللي هو مدير نشاط رياضي بذل مجهود كبير جدا أن هو يوصل التآلف اللي بين القطاعات كلها. بقت الناس كلها بتحب الخير لبعض، طبعا الناس كلها بتتابع بعض سواء على الفولي او الباسكت، بين كلنا يعني انا واحد من الناس، يعني اقول لك كنت انا بشوفك في كل الزمالك انا بشوفك في كل الماتشات بالظبط، لكن دلوقتي لا، بقينا كلنا متابعين الماتشات كلها والباسكت بيجي يتفرجوا على اليد، بقت الروح حلوه. يعني اعتقد ده سر نجاح العاب الصالات في السنتين اللي فاتوا دول. انا شايفك يعني الكابتن خطيب انت وهو بتتكلموا من شويه، يعني هو كان الكابتن بيقول لك حاجه، هل هي حاجه ممكن نتكلم فيها ولا ايه؟ لا طبعا في اسرار، هو يعني هو الكابتن طبعا يعني ولا بيبارك لك؟ هو طبعا بارك لنا في الاول، ولكن في نفس الوقت هو اشار للاخفاقات اللي حصلت سواء على مستوى السيدات أو الرجال وأسبابها إيه، وحب يناقشها. وطبعًا قعدنا وتناقشنا في الموضوع دوت بعد التكريم، ليه الإخفاقات اللي حصلت ديت سواء على مستوى الرجال أو السيدات، إن إحنا خروج الفرقة من الكاس. طبعًا دي أي فرقة بيبقى ليها، أنت عارف بيبقى ليها بيحصل لها دروب مثلًا بعد فترة، فترة كبيرة كمان بالذات من العمل. إحنا كنا راجعين من بطولة العالم في بطولة أفريقيا، في بعض الاحيان بيحصل تشبع او الفرقه بتحس ان الموضوع الماتش، لا انا رايح العب ماتش سهل، فالماتش السهل ده بتلاقيه بيصعبوه على نفسهم. يعني احنا الماتش اللي احنا خرجنا البنك فيه الاهلي البنك الاهلي كان خرجنا جون، كوره لينا بيرنتي رجعت علينا بقت جون صحيح. فطبعا الحاجات دي يعني احنا اتكلمنا فيها، دي طبعا سلبيات احنا واحنا ماشيين. هو زي برضه ما كابتن خطيب اتكلم قال لك انه هي رياضه ونقدر يعني فيها مكسب وخساره، ولكن مش بسببنا كلاعبين. يعني احنا احنا كنادي اهلي بنحب دايما نحصل على علامه كامله. حقيقي يا جماعه، انا ده اول ما توليت رئاسه الجهاز دوت قلت لهم يا جماعه احنا عندنا 8 بطولات، لازم تفكروا ان احنا عايزين نكسب الثمان بطولات. لكن لو فكرتوا مثلا ان احنا هناخد 5 هتلاقيكم لا هتاخد 3 4 بطولات،
هتاخده 2. انت بتتكلم على 3 4 بطولات يعني كانها حاجه بسيطه. لا ما هي بالنسبه لنا المفروض ان هي بسيطه يعني كاهلي. صحيح. لا احنا عايزين ناخد ال8 بطولات، ليه ما ناخدش ال8 بطولات؟ اعمل نفسي تاريخ ما حدش عمله قبل كده. صحيح. فده لازم يبقى طموح اللعيب. وده اللي انا كنت بقوله يا كابتن، انه حضرتك نجم كبير جدا في عالم كره الهاند بول وكره اليد، يعني البطولات بعد ما الواحد بيبطل بيقول يا ريتني ما فرطت في ولا بطوله. الفلوس، انا لسه كنت بتكلم، الفلوس والمكافئات كده كده هتصرفها في البيت في البتاع في هنا هنا هنا، لكن بعد ما بتبطل بتقعد مع اولادك او احفادك او اصدقائك، تقعد تحكي معاهم تقول لهم انا خدت بطوله من الزمالك، خدت بطوله من الاتحاد، خدت بطوله من البنك الاهلي، خدت بطوله من اللي مش عارف ايه. هي دي الحاجات اللي بتفضل موجوده حتى لو بعد 100 سنه. ما ده تاريخ اللعيب، الناس مش بتتكلم انت خدت كام، لكن صحيح بتتكلم انت حققت ايه. لكن الماده دي حاجه بتاعتك انت، وطول ما انت بتكسب وبتحقق شعبك بيزيد. مظبوط مظبوط. بس فدي طبعا حاجه مهمه، واحنا كمان يعني من ضمن التارجت اللي احنا حاطينه للعيبه احتراف اللعيبه في الخارج. يعني احنا بنقفش قدام، حتى قدام احتراف اي لعيب، لعيبه بتطلع تلعب في دول الخليج، بطولات اسيا والخليج او الكاس قطر، امير قطر، يعني كل الحاجات دي احنا ما بنوقفش. هتاخد الكلام ده، بس فكر كمان في ناديك ان انا ازاي احقق له اكتر بطولات ممكنه. السنه دي حقق فريق الرجاله 4 بطولات، منهم 3 على حساب نادي الزمالك، كاس السوبر المصري ودوري المحترفين وكاس السوبر الافريقي. اعتقد انجاز كبير يحسب، خصوصا ان انت بتحقق هذه البطولات على حساب فريق كبير زي نادي الزمالك. أكيد أكيد طبعًا، يعني فرقة الزمالك فرقة كبيرة وهو الغريم التقليدي للنادي الأهلي. فطبعًا إن أنت تحقق 3 بطولات مستمرة يعني متتالية على حساب نادي الزمالك، وبتكسب الصور بقالك 3 مرات برضه على حساب نادي الزمالك، فدي حاجة طبعًا يعني تحسب للرجالة دول، ومجهود طبعًا يشكروا عليه. وطبعا بشكر كمان الجهاز الفني والاداري والطبي اللي شغال معانا، الناس كلهم على مستوى عالي، والناس كلها يعني مش عايز اقول لك بتشتغل 24 ساعه، الناس حقيقي. دلوقتي في ناس مريحه واحنا شغالين. انا عارف عشان الاجازات اليومين دول التدعيمات وهكذا. فربنا يكرم ان شاء الله، والحمد لله يعني ربنا ما بيضيعش مجهودنا ده على الفاضي يعني. فريق السيدات ايضا حقق العلامه الكامله على الصعيد المحلي، وقدر يفوز ب3 برونزيات في بطوله افريقيا، او يعني بالبرونزيه الثالثه في افريقيا لابطال الدوري وابطال الكاس وكمان كاس السوبر الافريقي. تقييمك برضو للمستوى اللي وصل له البنات. انا هقول لك تقييمي الشخصي، انه ان احنا عاملينه ده اعجاز، وطبعا عندنا افضل من كده وهنعمل احسن من كده ان شاء الله، والتارجت بتاعنا السنه الجايه، ولكن احنا كنا فين وبقينا فين. بص طبعا احنا بنقول الحمد لله وبنشكر البنات برضو على المجهود دوت، ولكن احنا قدامنا شغل كتير حقيقي. يعني احنا هدفنا المنافسه على افريقيا. يعني انا ما بلعبش افريقيا عشان اخد مركز ثالث او مركز رابع، لا احنا بنجهز نفسنا عشان نلعب فاينل، عشان نكسب افريقيا. ده انا عارف ان هو موضوع صعب، لان الفروقات كبيره بينه وفرق انجولا. أيوة. مش هقول لك الفرق الثانيه، لكن فرق انجولا بالذات تحديدا انجولا صح، بقى لها 10 15 سنه بياخدوا كل حاجه، محتكرين محتكرين كره اليد في على مستوى القاره. لا انت السنه دي كمان كنت كسبان وهم رجعوا عليك في اخر 2 3. نذير كويس لفرقتنا ان احنا، لا احنا اتحسننا فيه، وبشهاده الناس اللي هم اللي عاملين في الاتحاد الافريقي نفسهم. صحيح. قالوا لنا يا جماعه انتوا الفرقه ماشيه بشكل كويس وبتتحسن عن المره الاول، مره كانت في مصر الكونغو، للمره دي لا في تحسن في مستوى الفريق، عارف ان في فروقات بدنيه وخبرات ناقصانا، دي بنعوضها بالشغل ان شاء الله، وبالاحتكاك دوت ان شاء الله هنبقى على نص التتويج مركز اول ان شاء الله. ناس كتير بتقول ان الاهلي مسيطر على سوق الانتقالات على صعيد السيدات، راي حضرتك في هذه المقوله ايه؟ لا مش يعني هو السوق مفتوح. احنا بنشوف الناس النواقص اللي عندنا، احنا ما بنلمش اللعيبه اللي في السوق. صح. انا بشوف ايه المركز اللي ناقص عندي بكمله، وبكمله لان انا عايز انافس على افريقيا، انا مش بكمله عشان اكسب الدوري المحلي، ومش عشان اقعدهم يا جنبي. بس بالظبط بالظبط، لا انا بشوف اللي بيأثر عندي بقول له شكرا، وبشوف حد احسن منه اللي يفيدني اكتر، وخاصه على مستوى افريقيا، وببتدي اتفاوض معاه. في مفاوضات بتنجح وفي مفاوضات بتفشل، لكن
غير كده احنا مستمرين باصين قدامنا ومستمرين. يعني دايما حد يقول لي مثلا مش عارف مين بيجيب ايه ومين بيجيب، انا ماليش دعوه، انا بشوف انا محتاج ايه، صحيح. بجيبه وباصص قدامي، يعني باصص للهدف بتاعي انا عايز ايه. صحيح. بس طيب، بنشتغل على هذا الاساس. مصر هتستضيف ان شاء الله شهر 9 اللي جاي بطولة العالم للانديه سوبر جلوب ان شاء الله، يعني هنحضرها ازاي او هنحضر لها ازاي، خصوصا انها هتكون بحضور جمهورنا، واعتقد ان كرة اليد يعني بيبقى فيها جمهور كبير جدا جدا. هل هنجيب صفقات؟ هنعمل ايه عشان التنافس؟ اكيد هنبتدي ندور طبعا على الصفقات، بس مشكلتنا كابتن اسلام في التوقيتات بتاعه السوبر الافريقي او بطولات العالم، هي بتبقى نفس التوقيت. يعني هتلاقي في شهر 9 ده الدوري بادئ في اوروبا، فبالتالي انت عشان تدور على لعيب يا اما لعيب مالوش نادي او ممكن يكون فيها في مرحله انتقاليه زي ما جبنا البنتين. ارجوك يا كابتن ياسر، معلش انا اسف، بس لازم حضرتك كل يعني حتى شهر كده تطلع توضح، لانه مثلا في البعض سال هو انتوا ليه ما جبتوش في البطوله، اعتقد السوبر الافريقي الاخير اللي كانت مؤهله للسوبر جلوب، الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا، ولكن الناس سالت او قبل ما تاخد البطوله قالت لك ايه؟ قالت لك هو انتوا ما جبتوش محترفين ليه؟ اصل انتوا مش عارف ايه، وفي الاخر. فاحنا محتاجين برضو يا كابتن ياسر ان احنا نوضح للجمهور، يعني دلوقتي حضرتك كلامك ده الجمهور قال هيحطه في دماغه، انا عايز اجيب محترفين يا جماعه ما عنديش مشكله، ولكن انا اجيب محترف يساعدني، ما اجيبش محترف محترف اقل من اللعيبه اللي عندي، اقل من اللعيبه اللي عندي، او لسه هيبدا فتره اعداده او كذا او كذا او كذا. طب انا عايز اقول لحضرتك ان شخص ما من جماهير الاهلي او من الناس اللي هي بتوع السوشيال ميديا كلمني قال لي يا كابتن الزمالك جايب بروزان وجايب مش عارف مين من تونس واحنا ما جبناش حد خالص. صحيح. قلت له يا حبيبي انا مش هجيب واحد يشق عندي صف الفرقه، مش هجيب واحد لسه اعلمه السيستم بتاعي. صحيح. انا لو في حد جاهز بره احسن من الناس اللي عندي هجيبه، غير كده مش هيجيب. ده الكلام ده وكمان كلام المدير الفني، مش انا اللي بجيب، يعني لازم المدير الفني اللي يرشح. يعني انت عارف انت سياسه النادي الاهلي طبعا، ده في السياسه في كل الالعاب مش في كره القدم بس. مش انا اللي بجيب لعيبه على مزاجي احطه في الفرقه. صحيح. لكن هو الراجل بيشوف في كذا، احنا بنبلغ نشاط الرياض بيبتدي يشتغل والنادي ما بيأثرش بصراحه. لا هو مهم جدا الكلام اللي حضرتك بتقوله ده، لانه احنا انا واحد من الناس كنت عمال اقول طب الله، طب هم ما جابوش ليه؟ ما لما بدات انا بقى اسال واجي هنا واعمل هنا، طيب ما جبناش، فبقى اللي بيسالني اقول له يا جماعه احنا ما جبناش لانه الفترة دي ما كانش في حد أفضل من المجموعة اللي موجودة، وبالتالي ربنا كرمنا وخدنا البطولة. حضرتك بتقول من دلوقتي إن شهر 9 لو ما لقيتش حد مناسب للفريق ومستواه أعلى وبدأ فترة إعداده وكذا 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 يستطيع إن هو يبقى موجود معانا، ماشي، ما ينفعش، هيبقى صعب جدا. بالظبط. مش هجيب حد. ما أنت حضرتك شفت بروزان عمل إيه مع فرقة الزمالك. أوكي. ما حطش جون. يعني ما ينفعش اجيب لعيب قبل السفر بيوم. صحيح. عشان يلعب معايا بطوله ولعيب مثلا بقاله فتره هو بعيد عن مستواه. صحيح. يعني زمان بروزان ده كان لعيب قوي جدا حقيقي، لكن دلوقتي ما هوش، واحنا كلنا عارفين الكلام ده. فهي نفس الفكره، ان انا النهارده لما اجي اجيب لعيب لازم اكون جايب لعيب جاهز وعارف هوظفه ازاي جوه الفرقه، حتى لو مش هخش معايا في السيستم اللي احنا بنلعب بيه، لكن هبقى عارف هوظفه ازاي. يعني انا عايز اقول لك ان حماصه لما دخل فاتكلمت مع ديفيز، وضع حماصه ايه؟ قال لي حماصه ليه ثلاث حاجات هيعملها، لما يبقى حماصه في الملعب الهفاط هتعمل كذا وكذا وكذا بس. حماده مش في حماصه مش في الملعب، يبقى احنا بنشتغل شغلنا العادي. يعني بس كان عندنا وقت، يعني عندنا كان كذا يوم قبليها. لا وخلي بالك حماصه برضه عارف الفريق الاهلي وعارف كل ما يخص الاهلي، وطبعا بس برضه عشان يخش في السيستم برضه انت فاهم، انت وظفته في حاجات معينه. بس بيني وبينك افضل من ان انت تجيب حد ما يعرفش الفرقه خالص. الله ينور عليك. واجيبه قبلها بيوم ولا حاجه، وفي الاخر اسم كبير واسم قوي وواحد من اجمد الناس اللي مش عارف ايه والكلام ده كله، ولكن في النهايه يعني مفيش تفاهم بينه وبين اللعيبه. انا بشوف يا كابتن ان الفكره دي مش ناجحه قوي لغايه دلوقتي. يعني لو انت هتقدر تجيبه قبلها بفتره تدخله مع الفرقه اوكي، غير كده ما ينفعش. اوكي. تمام. بس فاحنا يعني بنشوف الاصلح ايه للفرقه وبنعمله، يعني والحمد لله ربنا موفقنا لحد دلوقتي. كابتن ياسر مش معقوله حضرتك هتكون معايا وما اسالكش عن قرعه مصر في بطوله العالم اللي جايه
المجموعه الثامنه كرواتيا والبحرين والارجنتين، هل مصر قادره في هذه المجموعه على الصعود للدور اللي بعد كده واكثر؟ اعتقد يعني اعتقد احنا عندنا فريق قوي جدا على مستوى عالي، من احسن مش هقول لك 10 فرق، من احسن 6 فرق على مستوى العالم. فاحنا دايما منتخبنا متوقع منه ان هو يوصل المربع ويحقق، بس انا نفسي بقى يلعب فاينل بقى. يعني احنا بقى لنا زمان ما لعبناش فاينل من ايامكم اعتقد، صح؟ فانا نفسي ان هم بقى يدخلوا يلعبوا فاينل ان شاء الله. يعني مش كل مره نوصل ايه مثلا، يعني انت خلي بالك كل فتره بتحقق ايه، تخش تلعب ثالث رابع، تلعب سيمي فاينل وثالث رابع. صحيح. فنفسنا في مره بقى نشوفه على بيلعب فاينل يعني ان شاء الله. والمجموعه اللي موجوده كلهم ما شاء الله على مستوى عالي جدا، ومعظم اللعيبه المحترفين بتاعتنا انت شايف على فرق كبيره جدا في مستوى اوروبا، كلهم بيلعبوا في الدوري الاوروبي، فطبعا على مستوى عالي جدا يعني. طبعا ان شاء الله يحققوا الانجاز دوت يعني. يا رب. كابتن ياسر، قبل بس ما اسيب حضرتك، هل الاجهزه مستقره؟ كل حاجه مستقره؟ الامور كويسه؟ ان شاء الله. يعني مع بدايه الموسم اللي جاي هل من الممكن ان نرى اي تغيرات؟ هتبقى تغيرات طفيفه جدا يعني، حسب احنا بحسب تقييمنا، حسب المناقشات والتقييم. بالظبط. دي لسه نقعد مع الاجهزه ونشوف الناس وايه الايجابيات وايه السلبيات ونبتدي نشتغل عليها. أوكي. ونشوف الناس اللي هي مش ماشيه جوه النظام بتاعنا على نظامنا بنغيرها، الناس اللي هي ما حققتش نتائج وما حققتش حتى مستوى في الاداء مع الفرقه بتاعتها، ما فيش مستوى. خلي بالك احنا برضه بنقيم المدرب، ما بنقيموش بس نتائج لكن بنقيمه كمان اداء، يعني هل في تطور في صحيح في مستوى الفريق؟ في تطور بنسيبه يكمل. مفيش تطور المدربين اللي بتشتغل على نفسها كمان، دي نقطة مهمة جدا. يعني احنا في مدربين كتير السنة دي دخلناهم دورات تدريبية عشان يطوروا، فالمدربين اللي بتشتغل على نفسها كمان دي بنحافظ عليها. يعني نتمنى لكم يا رب كل التوفيق، وانا بشكرك جدا يا كابتن ياسر على كل هذه الايضاحات. شكرا جزيلا نجم الكبير كابتن ياسر لبيب، رئيس جهاز كره اليد بالنادي الاهلي.